السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات وقالت: يا نبي الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: قوله تعالى: والذين هم من خشية ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي وجلون خائفون، يخافون أن يضع الله جل وعلا عليهم عدلة فلا يبقي لهم حسنة، وخوفا أو عندهم سوء ظن بأنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، وخوفا على أنفسهم ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى وما ينبغي له من الإجلال والتعظيم. كل ذلك يوجب لهم المسارع إلى الخيرات وترك المعاصي والذنوب. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون أن تحبط أعمالهم وألا تقبل منهم، وذلك لرسوخ علمهم وعميق إيمانهم. قال أبو الدرداء: لئن أعلم أن الله تعالى تقبل مني ركعتين أحب لي من الدنيا وما فيها، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى أنه لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له عبد الله: يا أبا بردة، أتدري ماذا قال أبي لأبيك؟ قال أبو بردة: لا. قال: إن أبي عمر لقي أباك فقال له عمر لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، أيسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادنا معه وهجرتنا كل ذلك برد لنا، أي كتب لنا، وأن كل عمل عملناه بعد ذلك نجونا به رأسا برأس كفافا؟ فقال أبو موسى: كلا والله، إن جهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو الله تعالى في ذلك. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل عمل عملناه بعد ذلك نجونا به رأسا برأس كفافا، لا لنا ولا علينا. قال أبو بردة: إن أباك خير من أبي. قال ابن حجر: المراد أن عمر خير من أبي موسى الأشعري، لأن مقام عمر مقام الخوف، ومقام أبو موسى الأشعري مقام الرجاء، والخوف مقدم على الرجاء، وعمر إنما قال ذلك تواضعا منه، وإلا فهو في الكمالات والمسارعة إلى الخيرات أشهر من أن يذكر في ذلك. انتهى كلامه. قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي للمؤمن أن يخفي أعماله الصالحة عن الخلق، فإن المؤمن إذا حب
أن يطلع الناس على أعماله الصالحة، كان ذلك مفسدا لوقته ودينه. والمعصوم من عصمه الله، وأعظم باب يدخل فيه المؤمن على ربي عز وجل باب الفقر والحاجة والمسكنة، وأنه لم يصح إسلامه بعد حتى يدعي الشرف فيه. ثم يقول ابن القيم: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام أمرا لم أشاهده من غيره، كان يقول: ما مني شيء ولا في شيء، وكان يتمثل بهذه الأبيات: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثنى عليه رجل في وجهه قال: إني إلى الآن أجدد إسلامي، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. وبعض الناس وللأسف إذا نصحته بأمر معين قال: نحن أحسن من غيرنا، غيرنا لا يصلي ويفعل الموبقات وكبائر الذنوب، ونحن نصلي ونصوم ونحج، ويمن على الله تعالى بعمله. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أيها الإخوة الأفاضل، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين، فروى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا خير البرية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام، عمر رضي الله عنه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تواضعاً منه، وإلا فهو سيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة والمقام المحمود. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي كما في صحيح الإمام البخاري، ونقل إلى بيته وهو يحتضر يلفظ أنفاسه الأخيرة، جاء إليه الصحابة وقالوا: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ثم ختم لك بالشهادة. ماذا قال عمر؟ قال: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. في صحيح الإمام مسلم أن محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب قال لأبيه علي: يا أبتاه، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول: عثمان. قلت: أنت يا أبتاه. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وروى كذلك البخاري في صحيحه أن العلاء بن المسيب عن أبيه قال للبراء بن عازب: طوبى لك، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة، بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بتلك البيعة، فماذا قال البراء بن عازب؟ قال: الحمد لله، نلنا شرف الصحبة وأنتم المساكين يا تابعين. قال له البراء بن عازب: لا تقل ذلك يا ابن أخي، فإنك لا تدري ماذا أحدثنا بعده. فإذا كان هذا حال السلف فماذا نقول؟ فلنبكي على أحوالنا. قال المروذي: كان الإمام أحمد بن حنبل عندما يذكر أو ذكر عنده أخلاق الورعين قال: أسأل الله ألا يمقتنا أي يبغضنا، أين نحن من أخلاق الورعين؟ وهو العالم الزاهد قال ذلك تواضعا منه. وإذا جاء إليه رجل ودعا له قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما الأعمال بالخواتيم.
وكان يقول: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. قال إبراهيم الحصري أدخلت، أو قال المروذي: أدخلت إبراهيم الحصري وكان رجلا صالحا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقال: إن أمي رأت رؤيا فيك، وذكر الجنة أي أنك من أهل الجنة. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن سهل بن سلامة كان يخبر بتلك الرؤى وخرج لسفك الدماء. المؤمن تسره الرؤيا ولا تغره. ولما قال له المروذي: يا أحمد كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض، ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطلب هواها، والشيطان يدعوه إلى الفحشاء، وعياله يطالبونه بالنفقة، وملك الموت يراقب قبض روحه. وصدق الفرزدق عندما قال: أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أيها الإخوة الأفاضل، ما سبق ذكره من أقوال السلف إنما يحمل على تواضعهم لربهم عز وجل، وأنهم يمقتون أنفسهم في ذات الله عز وجل، وهذا حال المؤمن التقي حتى يلقى ربه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.